السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم يا ربي بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم فيديو ديال حوت كواري في الفران. ندوزو المقادير. بسم الله، انا عندي الحوت السرديل، نقيته وقشرت ليه الجلده ديالو وطحنته. هنا عندي واحد 5 مطيشات سلقتهم وطحنتهم وصفيتهم. هنا عندي قزبر ومعدنوس، هنا ومعه واحد 3 طريوز ديال الثومه. هنا عندي واحد الحبه ديال البصله مقطعه دوائر، حتى المطيشه حتى هي مقطعه دوائر. والفلفله عندي هنايا راني شويتها وقشرتها وقطعتها حتى هي دوائر. وهنا عندي لاشابلوغ، وعندي هنايا واحد 2 بيضات. عندي هنايا الزيتون خضر والحامضه مقطعه دوائر. هنا عندي واحد نص حامضه، عصير نص حامضه. وهنا عندي واحد شويه ديال الزيت الروميه، غير شويه ماشي بزاف. والعطريه عندي شويه الملحه، شويه البزار، وشويه التحميره. ندوزو على بركه الله. بسم الله، حكوا الثومه. المهم البنات، هنا حكيت 2 ريوز ديال الثومه، كانوا عندي 3، والراس الثالث غادي نخليه حتى نديرو في لاصوص ديال المطيشه. غنديرو هنايا 2 بيضات. بسم الله، غنزيد عليه لاشابلوغ. هنا عندي واحد 3 معالق كبار، واحد شويه الزيت، ها شويه النص الاخر غادي نديرو مع لاصوص، واحد شويه ديال قزبر ومعدنوس، والنص الاخر حتى هو غنديرو مع لاصوص. وغادي نجمع هادشي كامل ونطلق معاه. المهم بعد ما جمعته شويه، دابا غنزيد عليه واحد شويه ديال العطريه. بسم الله، هنا نص، غير نص ديال هاد الملحه اللي عندي، عندي معلقه صغيره غندير غير نص ديالها، وحتى الفلفله، التحميره، وحتى البزار، حيت هادي اللي بقات ليا غنديرها في لاصوص كما قلت في الاول. وغادي نجمع كلشي. المهم البنات، بعد ما جمعت الكفته ديال الحوت، دابا غنخليها هنا في الجنب وغندوز لاصوص. غندير ليه العطريه. بسم الله، هاد قزبر ومعدنوس اللي بقى لينا، وهاد الراس ديال الثومه. بسم الله، هاد سويته، هاد عصير الحامض. غنخلط كلشي ونرجع معاكم. بعد ما كملت البنات، دابا غادي نبدا نستف الخضره. هادي قطعت رقيقه بزاف. انا درت البصله ودرت حتى مطيشه، دابا غنبدا نكون القويرات. بسم الله، هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي.
المهم البنات بعد ما كملتو دابا غادا نكمل الخضرة. بسم الله. ندير الفلفل حتى هي. المهم غنكمل هكا حتى نكمل الخضرة اللي بقات عندي. بعد ما كملت التزيين ديال البلاطه ديالنا دابا غادي ندير لاصوص. هكا خويا حتى في الجناب. دابا غندير عليهم شويه ديال الزيت بلديه، واحد الخويط ديال الزيت بلديه. دابا البنات غندخلو الفران ان شاء الله واحد تقريبا نص ساعه. انا عندي غير فران ديال الغاز نص ساعه حيت تقريبا كلشي طيب، والحوت دغيا كيطيب الكبسه ديال الحوت. ونتلاقى معكم في الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا. المهم البنات الحوت كواري ديالنا هو هذا، هو وجد بعد ما خرجتو من الفران. المهم نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الصحه والراحه، وما تنساوش دعمونا وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفو، وضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وفي امان الله وحفظه مع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.